أكد اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي وأمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالد على أهمية المشاركة الواسعة في الانتخابات لضمان تمثيل أفضل في مجلس النواب المقبل. لذلك إحنا دورنا اليوم في الندوة نقول للإخوان علينا دور كبير كمتقاعدين عسكريين نترجم توجيهات جلالة سيدنا ونذهب للصناديق ونختار الأكفى اللي إحنا نتوسم فيه الخير ويدافعوا عن قضايانا كمتقاعدين. إن التحديات وإن قضايا وجزء من الحلول المادية. لو نظل أنا وياك ونحكي في القاعة هذه 20 ساعة ما بنصل لنتيجة. اللي بصل لنتيجة اللي بننتخبهم ويذهبوا تحت البرلمان ويوقفوا أمام الحكومة. هذول الناس اللي بيصدوا لقضايانا ولتحدياتنا. وياريت أنا وياكوا أن نحط ثقتنا في ناس أمينين كويسين نتوسم فيهم الخير. نبتعد وأنا بحكيها وين ما رحت عن الشراء والبيع. وإذا في مرشح إذا في نائب الله مرزقه معطيه فلوس ويعتقد أنه بيشتري ضمار الناس بالفلوس، لا، أصوات المتقاعدين العسكريين ليست البيع. آخر من يفكر يبيع صوته بهذا الوطن لا يمكن. هو شرف بالنسبة لنا كمتقاعدين عسكريين مش للبيع أبداً. المتقاعد العسكريين اللي كان أمين على وطن وعلى تراب ما بيبيع هذا الصوت. هذا الصوت بيعطينا واحد نشمة يأمل فيه أنه يمثله تحت البرلمان. الشوبكي أشار خلال ندوة عقدت في الكرك الثلاثاء إلى أن المتقاعدين العسكريين يجب أن يختاروا الأكفأ لمواجهة التحديات، مؤكدا على توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بضرورة مشاركتهم الفاعلة. أنه إحنا المتقاعدين موجودين على مساحة الوطن، إحنا في كل بيت موجودين، في كل بيت أردني في عسكري أو الأب عسكري أو الجد أو في ذكرى الشهيد، وكذلك موجودين في القرى في البوادي في المحافظات. إحنا قوة لا يستهان فيها. إحنا 250,000 متقاعد عسكري، ولما بيحكي 250,000 متقاعد اضربنا بست سبع أصوات نتكلم عن 1,000,000 1.5 2,000,000. إحنا قوة فاعلة نستطيع أن نختار الأكفى والأفضل لخدمة مصالحنا كشعب. إحنا جزء أصيل من الشعب الأردني كمتقاعدين. نقدر نذهب للصناديق مهما كانت الظروف وننتخب الأكفى والأفضل ونقول له أمامك هذه التحديات اللي بتواجهنا. كنا بنحكي عن فقر، عن بطالة، أولادنا قاعدين، مشكلة مياه، مشكلة صحية إلى آخره، توظيف. هاي القضايا بدنا اللي بننتخبهم يذهبوا وتحت القبة تشريعيا ويصدوا لهذه القضايا وليست لقضايا فردية. اختياراتنا احنا بنحكي عن اختياراتنا عن النواب. قد يكون احنا لما حولنا دور النائب، انا اذا ما موظف ابني بزعل عليه، اذا ما الى اخره، هو مش دوره حقيقه، مش دوره توظيف النائب، لكن احنا ظروفنا صعبه وبطلع لنا مرات نعتب على نوابنا والى اخره، لكن حقيقه لا، انا بدي اياه قوي يتفرغ تحت البرلمان ويشرع لي. الخوالدي اوضح ان الانتخابات المقبله ستشهد مجلس نواب مختلف مع زيادة حضور الحزبيين والشباب والنساء، ودعا المتقاعدين إلى المشاركة الفعالة لضمان انتخاب نواب يعبرون عن طموحات المواطنين. يوم 10/9 جميعا احنا امام خيارين، راح يكون في قائمة ورقة اقتراع او دفتر اقتراع للدائرة المحلية من كرك الى 8 مقاعد، وايضا هناك خيار الحزب راح يكون مكتوب فقط اسم الحزب، لأنه أنت مش معني بالأفراد، اليوم معني بالبرنامج. الحزب بشيلوه الأشخاص، لكن عمل جماعي، هذا مؤسسة بصير. أنت معني بما يطرحه من برنامج، وراح تكون في أمامك عدة خيارات. على الأقل احنا متوقعين يكون في أكثر من 20-19 حزب يشارك في الانتخابات، هذا الإطار يعني. وهذول خيارات مختلفة، وأنت صاحب القرار فيما أنت وضميرك طبعا فيما تختار من مرشح، سواء على مستوى الدائرة المحلية أو على الدائرة الحزبية العامة. جاءت هذه الندوة حتى يطلعوا متقاعدين في محافظة الكرك على قانون الأحزاب وعلى آلية العمل بالنسبة للانتخابات النيابية المقبلة، وحقيقة كانت ندوة مثمرة ومفيدة جدا،
وأنه لازم أيضا كل واحد فينا في هذا الوطن سواء المتقاعدين أو المواطنين العاديين يكون على درجة عالية من المسؤولية ونمارس حقنا الانتخابي في العرس الانتخاب القادم إن شاء الله، لأنه هذا واجب وطني حتى نقدر نفرز إن شاء الله مجلس نواب قادر على التشريع وقادر على القيام بواجبات المطلوبة منه على الساحة الوطنية. متقاعدون عسكريون عبروا عن آمالهم في الوصول إلى مجلس نواب جديد يعبر عن آمال وطموحات المواطنين ومعالجة المشاكل التي تواجههم.